شهداء حشدك يا عراق تساموا، شهداء حشدك يا عراق تساموا، وهم ربيع عمرك الزاهي. يا روعة الشهداء جئتكم مؤبنا، تعيا القصائد أن تؤبن الخالدين، تزهو بهم الأيام نفسا غضة، فلمجدهم دون التأريخ أعظام. والآن مع كلمة المكتب الشرعي للمرجع الديني السيد الصرخي الحسني دام ظله، يلقيها فضيلة الشيخ زيد الأميري، فليتفضل مشكورا. الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الغر الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يسجل مفهوم التعايش والتسامح حضوره في عمق التجربة الإنسانية، فقيم التعايش والتسامح والحقوق الإنسانية قد سجلت أجمل حضور إنساني، فكانت هناك ومضات مشرقة في تاريخنا الإسلامي حين يلتزم المجتمع قيم الإسلام ويطبق تعاليمه وآدابه، فتسود حالة الانسجام والتعايش بين التوجهات والانتماءات المختلفة عرقياً ودينياً أو مذهبياً، فسلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار والفقهاء والصالحين والمصلحين أيضاً في الأمة قائم على أساس احترام التعددية والتعايش السلمي. وقد جسد سبط النبي الإمام الحسين عليه السلام في عاشوراء مفهوم الحوار المنطقي الهادف والهادئ غير المتحامل، سواء كان حواره مع أنصاره والتشاور معهم، أو حواره مع أعدائه، الذي يعكس مدى سلمية تلك الثورة التي خاضها، وجعل أبواب الحوار مشرعة ما لم يعمل على إجهاضها الآخر. ففي عاشوراء لا تخلو خطوة أو كلمة أو لحظة من لحظات ذلك اليوم إلا وكانت متوجهة ومحملة بكم وافر من المواقف الأخلاقية التي تغذي روح الإنسانية. قد تعايش تحت لواء الإمام الحسين عليه السلام كل من مسلم وغير المسلم، وتعايش تحت لوائه كل من العربي والتركي والرومي والفارسي. أيها الإخوة الأعزاء، لقد مر العراق بمرحلة صعبة، حيث المؤامرات والأطماع الخبيثة والحقد الأعمى وتآمر القوى الظلامية، قوى التكفير الإرهابي الداعشي، والذي كان عنواناً للوحشية والقبح والظلم والإجرام والفساد والإفساد وسفك الدماء وانتهاك الأعراض، فارتكبت أبشع الجرائم بحق الأبرياء من أبناء هذا البلد بمختلف طوائفهم، وانتهك الأعراض. ولإيقاف هذا الفكر التدميري لا بد من تكاتف الجميع لصد هذه الهجمة الشرسة، فكانت لقواتنا المسلحة وأبناء الحشد الشعبي مواقف بطولية شجاعة في تحرير الأراضي التي دنسها الإرهاب الداعش التكفيري. وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا
إلى أننا حذرنا بأن لا يكون ابن الجنوب وحده من يتصدى لتحرير المناطق الغربية في صلاح الدين والأنبار وكذلك في الموصل، لأن هذا يجعل أبناء هذه المناطق لا يشعر بطعم التضحية ومعنى التضحية. وكذلك قلنا بأن الوضع الطائفي المحقون جدا لا يتقبل أن يكون حشد الناس تحت عنوان ديني لجهة معينة حتى لا يستغل أو يستغل الآخرون هذا الوضع، ومما يؤسف له فقد استغل البعض هذه الظروف فنعته بأنه حشد طائفي ولا زال. ولهذا كانت الدعوة من الأول أن يكون الحشد تحت عنوان عام كالوطني أو الشعبي أو الجماهيري، وتتصدى الرموز الوطنية والاجتماعية للدعوة له والتحشيد له ودفع الناس للالتحاق به، فيكون شاملا للجميع من الملتزمين دينيا وغير الملتزمين، ومن هذه الطائفة أو تلك الطائفة أو هذه القومية أو تلك القومية. وبهذا سنغلق الكثير من أبواب الطعن والقدح والتسقيط والتحشيد بالضد. وفعلا تحقق ما كنا ندعو له بأن يكون الحشد شعبيا تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة من خلال إصدار قانون هيئة الحشد الشعبي. أيها الإخوة الأعزاء، إذا كان هدفنا القضاء على الإرهاب وعلى قوى التكفير وإلى الأبد، فلا بد من القضاء على الفكر التيمي الداعشي الإرهابي وأبطال معتقدات ابن تيمية وأفكاره التكفيرية. فتصدى سماحة المرجع الديني السيد الصرخ الحسني دام ظله لإبطال هذا الفكر التجسيم الأسطوري والتكفيري الذي استباح دماء كل من يختلف معه. فرفعنا شعار أن الفكر التيمي منبع للإرهاب الداعشي، ومن خلال هذا المهرجان نوجه دعوة للمفكرين والعلماء والأكاديميين والأساتذة والباحثين لكشف زيف هذا الفكر الإرهابي القاتل، حتى نجفف منابع الإرهاب وحتى يعيش العالم بأمن وسلام. وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل إلى القوات المسلحة وإلى أبناء الحشد الشعبي على هذه الوقفة الشجاعة لصد الإرهاب الداعشي التكفيري. وكذلك نتقدم بالشكر الجزيل إلى العوائل التي ضحت وقدمت فلذات أكبادها من أجل العراق ومن أجل أرضه الطاهرة. ونسأل الله أن يرحم شهداء العراق كافة، بالخصوص شهداء القوات المسلحة العراقية الباسلة وشهداء الحشد الشعبي، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.